قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروخي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة شرفها الله. وعبد الملك هذا رحمة الله عليه من علماء خراسان عليه الرحمة، انتقل من بلده إلى مكة المكرمة، وكان رحمة الله عليه مشهورا بنسخ الجامع كما ذكره وأثنى عليه الإمام السمعاني في الأنساب في حرف الكاف كروخي. و ثم نسخة من جامع الترمذي رحمة الله عليه بخطه وجدت في باريس وصورت ونقلت إلينا، وتعد هذه النسخة أقدم النسخ لجامع الترمذي وأصحها، لأنه يقع في الكتاب اختلاف بين النسخ، فالذين رأوا جامع الترمذي عن الترمذي ستة، والمشهور إلينا ما سيأتي أنه من الجراحي عبد الجبار الجبار الذي سيأتي الآن، وهي المشهورة، وإلا ثم خمسة آخرون رأوا الجامع عن الإمام الترمذي رحمة الله عليه. قال: وأنا أسمع. قال: أخبرنا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه. وأنا أسمع، يعني مسلسل ذلك هذا بالسمع، في ربيع الأول سنة 82 و400. قال كروخي: وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم ترقياني والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغورحي بضم المعجمة وسكون الواو الغورحي ما ليست هنا واضحة بضم المعجمة الغورحي رحمهم الله. قراءة عليه وأنا أسمع. قال: في ربيع الآخر من سنة 81 و400. قال: وأخبرنا أبو محمد بن الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراح المروزي المرزبان قراءة عليه وأنا قراءة عليه. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضل المحبوبي المروزي المحبوبي هذا الذي يروي عن الجامع، نعم، فأقر به الشيخ الثقة الأمين. قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة بن موسى الترمذي الحافظ. قال: أبواب الطهارة، غالبا من يصنف في الأحكام أن يبدأ بهذا الغالب، ولكل وجهة
هو بدأ بالطهارة من حيث الأحكام، إثبات الأحكام الشرعية، والبخاري بدأ بكتاب الوحي. لماذا؟ لأنه أول ما بدأ ببدء الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي، ثم بعد الوحي الإيمان، ثم بعد ذلك العلم رحمة الله عليه، رتب هذا لأهميته، ثم بعد ذلك دعا لهذا الطهارة. قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب حاء حدثنا قال وقال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: هناد في حديثي إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال في الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. والسند قتيبة من سعيد من الطائف الجميل قال أبو عوان وضاح بن عبد الله سماك بن حرب. سماك بن حرب حسن الحديث ضعف فيما يروي عن عكرمة إذا كان الراوي عنه غير شعبة والثوري، وأما هناد فهو صاحب الزهد المعمر، هناد بن السري الكوفي مجاب الدعوة، وقيع شيخ بن الجراح، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، كل أئمة ثقات. عن سماك عن مصعب، مصعب بن سعد بن أبي وقاص، ومصعب وسعد بن أبي وقاص له 13 ولد، أكثرهم ذكور وأكثرهم يروى عنه، وأوثقهم عامر، ومصعب هذا ثقة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني الطهارة شرط في صحة الصلاة. وما قوله هنا بلا تقبل صلاة بغير طهور بضم الطاء، يقصد به الماء الذي يتوضأ به، فإن عدم كما سيأتي فالتيمم كما سيأتي في نهاية كتاب الطهارة. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ما سر اقتران الصدقة بالطهارة مع أن مسألة ما يتعلق بالصدقة وطهارتها سيأتي إفراد المصنف لها بابا في طيب الصدقة في كتاب الزكاة، والمناسب لذلك هناك ذكر ماذا؟ الغلول فيما يتعلق بنهيه عن الصدقة به يأتي إن شاء الله في مطفك آخر. السر في ذلك يا مشايخ أن للحديث سبب. عبد الله بن عامر من الأمراء الشجعان المحاربين، وكان واليا على خراسان، فلما قاربه الموت دخل الناس يثنون عليه وعلى ولايته، فدخل عليه ابن عمر وقال: يا أبا عبد الرحمن لا تدعو الله لنا ألا كذا كذا. فقال ابن عمر لابن عامر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني أن الولايات قل من ينجو من الخطأ فيها، فإن كنت تتصدق يعني معنى ذلك فلا ندري صدقتك من ماذا. فقولها هنا ولا صدقة من الغلول يعني عموما الذي يكسب المال من غير حله،
لا تقبل إن أنفقها في أعمال البر، سواء كان من حيث الصدقة أو من حيث الحج أو نحو ذلك من أعمال البر لا تقبل منه. وسيأتي في الجامع في تفسير سورة البقرة من حديث ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسول كل من طيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كل من طيب ما رزقناكم. ثم ذكر ماذا؟ الرجل نعم طول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فيفهم من هذا أن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت من حلال. وسيأتي في كتاب الزكاة كما قلنا لكم سابقا حديث قتيبة عن ليث عن سعيد المقبول عن سعيد النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد، يعني لعظمها. فيقبل الله عز وجل الصدقة إذا كانت من حلال، وأما إذا كانت من غير ذلك فلا تقبل. هذا معنى قوله: ولا صدقة من غلول. وهذا وجه مناسبة إدخال ابن عمر ذكر الصدقة في باب الطهارة، وإلا من المعلوم كما في حديث أبي المليح الذي أشار إليه وأنس والترمذي ونحو ذلك أنهم اقتصروا في سياقهم على ما تعلق على في ترجمة الباب طهارة. نعم الطهارة. تفضل تكلم. حديث جمطان عندي شروط كل شيء. Okey, pertama sekali saya sebut berkenaan dengan sanak hadirat. Ada neoge yang betul-betul sikap yang meriwayatkan hadis daripada Imam Tirmizi. Kerana kira-kira murid dia ramah anak murid Imam Tirmizi dia ramah Jadi hak riwayat saja, hak riwayat daripada riwayat secara kitab lah, secara penulisannya neogek dah. Jadi hak syuhur sekalinya Al-Jarrah lah, hak saya sebut tadi lah, hak guru dia. Okey, biasanya kitab ni, kitab hadis ni, orang yang memulakan kitab dia dengan menyebut ahkam, dia akan start dengan taharah dulu lah. Berbeza dengan Imam Bukhari dia sebut kitab Badul Wahyi dulu, kemudian kitabul iman, kitabul ilmi lah. Jadi masing-masing ada wijahah an-nazar lah, pandangnya masing-masing ya. Berkenaan dengan sanak-sanak ni, anak tak boleh sebut lah. Mungkin saya baca situ, saya pun sebut selalu kita pun tak ada nak terbayar lah. Sanak tu, cumanya sanak ni sahih lah. Hadza asahu syai'in fil bab lah. Berkenaan dengan makna hadisnya, yang pertama sekalinya, kenapa dalam hadis ni Imam Bukhari, Imam Tirmizi sebut hadis ni la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sakata min hulul lah. Taharah tu tak apalah, sedekah tu. Kenapa disebut sedekah sekali dengan taharah dah? Okey, yang pertama sekali tuhur dengan tahur dah. Allah tak terima sembahyang tanpa bersuci. Tanpa hadah tu, bersuci tu. Maksudnya mandi wajib atau berwuduk dah. Selagi tahur, bukan tuhur. Tau bagi dakpe, tau bagi datah. Tau bagi datah tu maksudnya air lah. Jadi sininya kalau tak guna air tu tak terima semayah.
Tapi dalam kalau tak ada air boleh guna tayamum sebenarnya deh. Kalau maksud tahur dengan alat taharah al-ma' lah. Yang keduanya tajuk sedekah masuk dalam bab taharah ni kenapa? Sebab di sana ada asbabul wuruk deh. Ni ilmu baru kan ni. Dak kita boleh raya. Ilmu barunya iaitu asbabul wuruk. Hadis ni disebut ketika mana Ibnu Umar pergi ziarah Amir wali Khurasan tu, bila dia hampir meninggal, jadi manusia puji dia, puji apa dia pemerintah dia lah. Jadi dia minta sesuatu lah Ibnu Umar cakap. Jadi Ibnu Umar pun sebut hadis ni. Jadi sebut akhir tu wa kunta al Basrah. Dia kamu sekarang ni di Basrah. Dia jari-jari orang hak perintah Basrah ni selamat daripada hulul ni. Jadi itu hak terima sedekah mu kalau benda tu halal, kalau tidak halal tak terima. Tak. Walaupun banyak jasa mu sekalipun. Jadi kesimpulan hadis ni nya harta yang dibahagikan dengan cara halal sahaja tu hak terima. Bahkan bukan sedekah saja. Ibadat-ibadat lain lah, haji, sembahyang dan ibadat-ibadat lain pun kalau tak guna cara halal tu tak akan terima deh. Bahkan dalam tajuk haji nanti, dalam tajuk sedekah nanti, zakat hari ni dia akan sebutlah, Nabi akan sebut hadis berkenaan dengan hadis yang samalah. Maksudnya halal sahaja iaitu yang terima, lain-lain ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun banyak sekali pun deh. Bahkan disebut dalam hadis satu suap makanan deh ataupun seekor kuda, anak kuda deh. Ibarat seekor kuda kalau tu sedekah sekalipun tu jaga tu perut sehingga sebesar Bukit Uhud deh. Tu lah diganda-ganda ke pahala deh. Tu syaratnya dengan halal deh. Tapi kalau tidak halal tidak akan dapat ganjaran dan pahala seperti itulah. Allah a'lam. Al-Qur'an nam. Maksud Allah sokat maulud. Man ya'khud min al-ghanimah mana qismatiha. Syekh. Syekh mungkin tak sempat. Al-wara ni isma. Qala rahmatullah alayhi. Ma ma ja'a. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس حاول حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطع الماء أو نحو هذا. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشت يداه مع الماء أو مع آخر قطع الماء حتى يخرج النقي من الذنوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان وأبو هريرة قيل باسمه ثقيلة فقالوا عبد شمس قالوا عبد الله بن عامر وهكذا قال محمد إسماعيل وهذا أصح وبالي عن أبيه عن عثمان وثوبان والسمالحي وعن ابن عبس وسلمان وابن عمر والصنالحي هذا الذي روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله الصنالحي الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكون هذا عبد الله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث والصنالح بن عسر الأحمسي صاحب المسجد قال والصنالح أيضا وإنما حيث قال أسلم المسجد نقول أنه كان بكم أمام أكثرنا بعدي. قوله رحمة الله عليه أدنى إسحاق بن موسى الأنصاري
الترمذي رحمة الله عليه روى حديث الباب من طريقين، طريق فيها نزول وطريق فيها علو، فبدأ بالنزول قبل العلو لأن النزول ها هنا والعلو هو إلى من؟ إلى إمام من الأئمة كما في أقسام العالي والنازل. فإذا رأى من طريق إسحاق الموسى التلميذي كان بينه وبين مالك بن أنس اثنين، كان بينه وبين مالك وبين مالك بن أنس شخصان، نعم إسحاق ومعن. وإذا رأى من طريق قتيبة كان بينه وبين مالك قتيبة فقط، علو ونزول. فبدأ بالنزول قبل العلو. وإسحاق بن موسى يذكره الترمذي في مواضع عدة من جامعه، ويذكره على ماذا؟ على ثلاث هيئات. أحيانا يصرح باسمه واسم والده ونسبته كما قال ها هنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وأحيانا يقول حدثنا أبو موسى الأنصاري فقط، فيظن الظان أنه شخص آخر وهو هو. وأحيانا يقول حدثنا الأنصاري فقط ويفتهي ماذا؟ بالنسبة. هذا بالنسبة لصنيع الترمذي رحمة الله عليه. هذه الطريقة أيضا كان يسلكها بعض من تأخر. الخطيب البغدادي كان يفعل هذه الطريقة في مصنفاته، وكذلك البخاري رحمة الله عليه أحيانا يذكر شيخه بأوصاف متعددة. ومن العجب ممن تأخر أنه نسب فاعل ذلك إلى التدليس، إلى التدليس. فابن الجوزي ذكر الخطيب في جملة المدلسين، ولذلك كما قال العراقي في ألفيته: وكالخطيب يوهم استكثارا، يعني يوهم حينما يذكر الشيخ بنعوة متعددة أن له شيوخ كثير. فماذا؟ فأرسم ابن الجوزي الخطيب بهذا الصنيع إلى التدليس، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. يلزم الخطيب، يلزم الجوزي فيما قاله في الخطيب أن يصف أيضا غيره بهذا كالتلميذ، وإنما وصمه الخطيب، وصم الخطيب بالتدليس لأنه كان بينه وبينهم يعني ماذا؟ شيء مما يتعلق بالمذاهب. هذا وهذا الطريقة ليس التدليس. معنى ابن عيسى القزاز له موطأ عن مالك، ويعد موطأه من أصح الموطأات. موطأ مالك، نعم، يروي عن مالك الموطأ الموطأ، ويعد مما قيل فيه أنها من أصح الموطأات. فلذلك الإمام الترمذي يعني ماذا؟ لم يستغني بإيراد الحديث من الطريق العالية عن مالك لهذه النقطة. حتى أنا قلت بأن فارس بن سعيد من الطريق، وسر أن الترمذي حصل الحديث من طريق
عالية إلى مالك سوي ذلك طول عمر من قتيبة تعمل كثير فمات بعد 50 أو في 50 وعاش بعد موت مالك بن أنس كم أكثر من 70 عاما لأن مالك بن أنس توفي عام كم 179 وهذا 250 يعني زاد عمره بعد موت مالك على 70 عاما ها هنا يأتي العمر لأن هذا طول عمر لم يحصل لماذا لإسحاق بن موسى مع نعم وحصل لقتيبة وقال قتيبة كان ذا خاصية من مالك بن أنس عن سهيل عن ابن أبي صالح عن أبيه وها هنا بالحقيقة في الحديث علو ونزول حينما قال عن سهيل عن أبيه مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه فيه نزول لمالك بن أنس لماذا؟ لأنه أحيانا لأنه الآن بينه مالك بن أنس بينه وبين أبي هريرة كم؟ اثنان سهيل مع أبيه لأنه أحيانا مالك بن أنس يكون بينه وبين أبي هريرة شخص واحد العضو وروي عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة أحيانا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح كما لا يخفى عليكم من الرجال المسلم خرج له المسلم ولخم من خرج له البخاري لما أصابتهم من غفلة آخر عمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن ذكر هنا عندنا الشرح أن حرف أو تقول أنه للتنويع أو للشرط أو كلمة أو ذكرها هنا ممكن أن تكون للشرط ممكن أن تكون للتنويع خير أبح قسم بيت أو أغذي واشكوك إضراب واشكوك إبهام بها أيضا خير قمي قسم خير أبح قسم بأو أو أبهم واشكوك إضراب بها أيضا فهي المعاني من معاني أو هذا والصواب في هذا للتنويع أنها للشك للشك هنا للشك طيب إذا كانت للشك ممن صدر هذا الشك أنا قرأته قبل سنين طويلة أنها للشك التمهيد وأن الذي شك في ذلك مالك ابن أنس إذا توضأ العبد المسلم أو المسلم وعلى أي حال بالنسبة للإيمان والإسلام هل يفترقان أم معناهما متحد أم يحصل افتراق بينهما في بعض العبارات دون بعض لمن تعرض لهذه المسألة الإمام من ابن حجر حينما شرح حديث يعني ماذا قصة سعد يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمن قال أو مسلم أو مسلم قال فعرض لماذا لما بينهما معاني في حال افتراق وحال إيش الاجتماع فربنا عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من إيش من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين من المسلمين فهؤلاء اللي مفرق بين الإسلام والإيمان وحديث سعد واضح بحصول التفريق بينهما بين الإيمان وبين الإسلام أو مسلم وفي الحديث سنن أبي داود أن العبد إذا ماذا إذا زنى نزع منه الإيمان وكان فوق عرشه كالظلة فإن تاب وماذا وأصلح عاد إليه الإيمان فمعنى ذلك أن كمال الإيمان ينافي يتنافى معه فعل المعصية لا سيما إذا كانت كبيرة يتنافى
كمال الإيمان بعيد أن الإنسان مع وجود كمال الإيمان أن يتجشم المعصية الكبيرة، لكن إن فعلها فلا يكون بانتكاله مع الاستحلال لها كافر، لا يكون كافر، إنما ينقص إيمانه. أم لا شك فيه أنه ينقص كمال الإيمان، لا يتنافى فعل الأخذ مع المعصية، لكن أنه يخرج من لا لا. فسيأتي عند المصنف رحمة الله عليه وهو في تفسير سورة يونس حديث محمد الشارع عن يحيى بن سعيد الطان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يسأله الطهارة، فقال ماذا؟ فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أتى أبيك فقال لقد سترك الله وسترت على نفسك، فانطلق الرجل وذهب، ثم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أصليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة لطرفي النهار وزلف الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول ألي هذه خاصة؟ قال لك ولمن وماذا ولأمتي عامة. فمما لا شك ولا ريب أن ماذا؟ أن الإنسان إذا ارتكب مثل هذه الأشياء ينقص. فقوله أو مسلم أو مؤمن يستفاد منه حصول التفرقة في الشك هذا في ماذا؟ فيما إذا باشر الإنسان معصية لا سيما إذا كانت كبيرة أنه لا زال مسلم، أو ماذا ابتعد عنها، فذلك من كمال ماذا؟ الإيمان. فالإيمان مراتب، ولذلك كما بوب البخاري في صحيحه في ماذا؟ في قوله ماذا؟ يعني ماذا؟ ازدياد الإيمان ونقصانه، واستدل بعدة آيات وزادهم إيمانا وكذا وهلم جرا، إنما يعني ذهابه بالمعصية ذهاب الدين أصلا بالمعصية لا يمكن. وسيأتي إن شاء الله في كتاب صفة الجنة حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر مرفوعا شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة، الله المستعان، نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء أو نحو هذا، نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يسلم من الذنوب أحد، ما أحد يسلم منها. فسيأتي في أبواب الرضاع وفي صحيح مسلم حديث محمد الشارع عن عبد الأعلى عن الشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فنظر إلى امرأة ورجع إلى زينب وقضى حاجته منها، وقال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هذا الحديث صحيح مسلم، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من الملائكة وخير من جبريل، فما بالنا بغيره عليه الصلاة والسلام، فما يسلم من معاصي أحد، إنما خيرهم من إذا فعل المعصية أتبعها بحسن، أما يسلم هذا مستحيل، بعيد جدا أنه يسلم، ما أحد يسلم لا من الصحابة ولا من بعدهم من المعصية. فإذا نظر، ثم هذه النظرة إن كانت تختص بما يتعلق في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعد، يعني ماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا،
فسر سفيان الثوري هذه الآية بقوله وخلق الإنسان ضعيفا في نظره إلى النساء، كما في تفسيره مطبوع تفسير الثوري خلق الإنسان ضعيف. سيأتي أيضا في كتاب الأدب حديث شريك عن ابن بريدة عن أبيه، وكذلك حيث علي إن شاء الله لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني إذا نظر الإنسان مفاجأة ثم صرف بصره ليس عليه شيء، لكن إذا أعاد أو لم يصرف في النظرة المفاجأة هنا يعني ماذا يؤخذ عليه. فأشف حينما قال فنظر إليه بعينيه أشد شيء النظر إلى ما تقدم ذكره. وأيضا قد يكون النظر يسلط على أشياء أخرى يعني يكتسب منها الإنسان إثم، كما قال عز وجل ولما تمدن عينيك إلى ما اتعن به أزواجا زهرة الحياة من إن نفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فيفهم من هذا أن الإنسان بمجرد النظر يكسب أجرا أو إثما، أجرا أو إثما. وفي الحديث يعني ماذا وزن العينين النظر، صحيح زن العينين نظر زين اليدين بطش. نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، مع الماء حينما تساقط من ماذا من قد الإنسان أو مع آخر قطر الماء أيضا كذلك شك من راوي ولا إشكال في ذلك أو نحو هذا. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، بطشتها يداه يعني مستها يداه يعني ما تعلق بماذا، سواء كان ما أخذت يداه على سبيل ماذا المال أو نحو ذلك كما وقع لذلك الرجل أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل وكل خطر مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الدنيا. في الحديث اختصار، والحديث صحيح مسلم، وفيه ماذا ذكر مسح الرأس وتساقط ماذا الذنوب من ذلك. وفي الحديث أيضا ذكر غسل الرجلين وخروج ماذا الذنوب من الرجلين التي مشتها إلى ماذا إلى ما اقترفت من الذنوب. هذه مسألة، هنا مسألة يا مشايخ سيتكرر ذكرها أيضا في كتاب الصلاة وفي كتب الصيام ونحو ذلك في أماكن عدة. ما المراد بقوله ماذا كل خطيئة؟ كل خطيئة، كلمة كل هنا في أصول الفقه من ألفاظ ماذا؟ العموم. كل هم كل من ألفاظ العموم في أصول الفقه، يعني أنها ماذا أنها تعم كل ما يدخل تحتها، كما قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت، مفهوم؟ هكذا قالوا كل من ألفاظ العموم. واضح. أيضا سيأتي في كتاب الصوم في حديث ماذا هناد عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا كان يصوم شعبان أكثر شعبان، بل تقول كان يصومه كله، هكذا تقول عائشة، بل كان يصومه كله. وأيضا في حديث
محمد بن بشار عبد الرحمن بن سفيان المنصور عن سالم بن الجعد عن سلمة عن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسولا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قول عائشة كان يصوم رمضان شعبان كله. ابن المبارك رحمة الله عليه له كلام على هذا الحديث في قوله كله، هل المقصود به عموما يعم جميع الشهر أم دله؟ قال ابن المبارك يؤول هنا كل على الأغلب وليس المقصود به الكل، وقال لعله تعشى عليه الصلاة والسلام واشتغل ببعض أمر أهله، شفت كيف؟ فكيف يؤول كل؟ قال على الأغلب. سيأتي كلام الترمذي رحمة الله عليه في هذا الباب ونقل لماذا كلام ابن المبارك في هذا الباب، فحمل كلمة كل على الأغلب لا على العموم. ولما قاله ابن المبارك في تأويله لكلمة كل وجه، فقد قال عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، ومن المعلوم أنها لم تدمر الجبال. هل دمرت الجبال؟ لا. إذن كلمة تدمر كل شيء مما إيش يقبل التدمير، فيفهم من هذا على ماذا؟ على أن كل أحيانا لا يعنى بها العموم نهائيا، كما ذكر بعضهم ذلك من أنها من صيغ العموم. فقولها هنا كل خطيئة بطشتها يداه، هل هذا التأويل أو التخصيص نحتاجه هنا لمعنى كلمة كل؟ بعضهم احتاجه وقال كل خطيئة يقصد بذلك ماذا؟ الصغائر دون الكبائر. فحمل الحديث على أن المقصود بغفران الذنوب الصغائر دون الكبائر، وعزز هذا الفهم بما سيأتي في كتاب الصلاة في فضل الصلوات الخمس في حديث علي بن حجر نسمع الدفع عن على نبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان. ليس عند التلميذ هذا، في ذكره في المتابعة مسلم ذكر رمضان إلى رمضان، أما عند التلميذ ليس موجود في مسلم. الجمعة إلى الجمعة الصلاة الخمس الجمعة الجمعة كفارات لما بينهن أيوة ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. فها هنا استثني من هذا العموم بشرط أنه يغفر لك الصغائر، بشرط إذا اجتنبت الكبائر. مع الحديث أن الإنسان إذا لم يجتنب الكبائر لا يغفر له لا صغائر ولا كبائر، وإن ماذا حافظ على صلاة الخمس. هذا مفهوم الحديث، شفت كيف؟ إنما هناك أحاديث أخرى تدل على أن العبادات تكفر أيضا الكل، فسيأتي فيما بعد حديث عثمان في الباب من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له إيش ما تقدم من ذنبه. هذا في البخاري ومسلم حيث عثمان من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ها هنا معنى ذلك على العموم، بل ورد في حديث عثمان هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، زيادة ما تأخر.
وهذه اللفظة زيادة ما تأخر ذكرها ابن حجر في الخصال المكفرة وأطال فيها القول وضعفها في الحقيقة، ضعفها، مع أني وجدتها في كتاب الصحابة لابن أبي عاصم بسند لا يقل عن مرتبة الحسن إن لم يكن صحيح. وعلى أي حال أبو بكر العربي له كلام في هذا مطول في كتاب أحكام القرآن في تفسير سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفيما أذكر الآن أنه يرجح أن الغفران يقع للذنوب صغيرها وكبيرها، الصغائر لا شك ولا ريب، لكن المشكلة في الكبائر. الكبائر غفرانها يعني ماذا؟ يحتاج ماذا؟ أيوة، إلى الإقلاع عنها. وسيأتي في كتاب الحدود أن صاحب الكبائر تحت المشيئة، أي كتب عن سفيان الزهري عن أبي ذئب عن عبادة بن الصامت بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا يأتي أحد بهتان يفتري به، فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فهو إلى الله شاع عنه شغف له. وهذا أصح إيش الأقوال المذاهب أنه تحت المشيئة. قال أبو عيسى: طيب هنا يا مشايخ، تعرض الترمذي رحمة الله عليه لبعض ما يتعلق بالحديث دراية ورواية، أما الدراية فقد تقدم ماذا؟ ما أشرنا إليه. وأما الرواية فقوله ماذا؟ هنا: وأبو هريرة اختلف باسمه، قول حسن صحيح إلى آخر ما قال: وأبو هريرة اختلف باسمه. أبو هريرة رحمة الله عليه ممن استقصى ما يتعلق باسمه وكنيته الحافظ بن حجر في الإصابة، وذكر ما يقارب 30 قولا من حيث الاختلاف في اسمه، ولكنها ترجع كلها إلى حوالي ماذا؟ 6 أسماء ونحو ذلك. فلذا اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس، وقالوا عبد الله ابن عمرو، يعني هذان الاسمان أشهر ماذا من غيرهما فيما يتعلق بأبي هريرة. وسيأتي في مناقبه من كتاب المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار له هذه الكنية لأنه كان له هر يصحبه معه إذا خرج لغرض ما. وأبو هريرة بإجماع أهل العلم أكثر ماذا؟ الصحابة حديثا، أكثر حديث أبو هريرة، فقد روى أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث، كما ذكر هذا ابن حزم في رسالته المصنفة: ما لكل صحابي من إيش؟ من حديث. هكذا يقول: أكثر من 5000 حديث. وتأخر إسلامه، من المعلوم أنه تعالى أسلم في عام كم؟ العام السابع عند فتح خيبر، قرب فتح خيبر. والهمم تحقق للإنسان مطلبه، يعني فاق جميع الصحابة لأنه كان متخصص لطلب العلم، ما اشتغل بماذا؟ بأمور أخر. وقد كان بعض الصحابة يعترض عليه
ولما روى. ثم بعد ذلك ماذا يرجع إلى؟ ماذا يرجع إلى؟ ما روى أبو هريرة. فسيأبو من المعلوم أن ابن عمر، عبد الله بن عمر، أسلم من مكة وكان صغير السن. عبد الله بن عمر وهم